هاي أمين، رحب شي أصدقائي، جبتكم فيديو جديد اليوم يا أصدقائي. نفس ما قرأتوا في العنوان، اليوم يا أصدقائي أكو عروض بيكيك زي نزلتها، فالعروض كلش حلوة يا أصدقائي، وتكون رخيصة ومناسبة للكل إن شاء الله، كنا نقدر نشتريها. فطبعا يا أصدقائي قبل أن نبلش أيضا بهذا الفيديو، حطوا لايكات واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، وأيضا الناب الروح دائما تأخذوا الهدايا اللي فيها كوينزات تبع التحديث وكوينزات العادية، فروحوا أخذوها. وهسه الروح اللي هي أصدقائي هي هذه، أتوقع هي الوحيدة حاليا موجودة في المدينة، يس أتوقع هي بس. فنفتح ونفتح ونفتح، أي شيء يطلع لي ما عندي مشكلة. اوكي كوينز التحديث، حصلت على كوينز التحديث. فهسه يا اصدقائي ندخل على العروض، هذا هو العرض يا اصدقائي، شوفوا فيه تخفيض 25%. اول عرض هذا يا اصدقائي نفس ما تشوفون، فيه 2 كراسي من هذا اللون وردي، وايضا وحده من هاي شكل الصاروخ، وايضا وحده من هاي تبع الاصوات نسيت اسمها، المهم وحده من هذا الكرسي اللي يناسب الصيف، بالنسبه لي حسي يناسب الصيف. فاللي حاب يشتري يشتري، طبعا راح اشتري لانه بسعره يعني رخيص 3000 كوينز. فطبعا يا اصدقائي اريد اقول لكم على شغله، انه بي كي اكس منزله كاس، اوكي يا اصدقائي كنا نقدر ناخذه يا اصدقاء، فراح تشوفون فيديو مثبت او تعليق نشرت لكم عنه، اهم شيء ما يكون جواهر ولا شحن، فروح شوفوه سعره جدا مناسب والكل يقدر يشتري. فشوفوا الفيديو على ما تلقوا مكانه وتشوفوا وين الحط اصلا، اوكي يا اصدقاء. فهذا كان من اول عرض، بس نقدر نكرره يا اصدقائي، بس ما راح اكرره اصلا عندي. فهنا يا اصدقائي هذه تبع الارشيف اول شيء، اللي هي اتوقع تبع الحمام، فنشتري هنا يا اصدقائي ب 4500 كوينز. اوكي احسن اول شيء على هذه وهذه، وهذا اللي اصلا تدرون ما اعرف ليش ما مشتريته في الارشيف، انصدمت اخيرا حصلت عليه. فا وايضا هذه نشتري من جديد، ما ادري حبيت اشتري بعد، لان في اشياء الارشيف اكو هذا الكبير يكون ما مشتريته يا اصدقاء، ما اعرف ليش ما اشتريته في الارشيف، بس اوكي نزل من جديد والحمد لله اقدر اشتري. فهنا يا اصدقائي هذا ايضا اثاث الارشيف، اول شيء عندنا هذا الشان التلفزيون، شيء ما اعرف شنو هذا اصلا انا عندي، بس ايضا اشتريهن عم اتكررهن. وايضا هذا الكرسي، هذا احس هذا الكرسي كيوت على شكل اصدقائي على شكل استكان شيء فحلو. وراح نحصل من 2، وهنا طاولة وهنا طاولة اخرى. المهم خلينا نشتري ب 4500 كوينز. اوكي هذا الكرسي، هذا الكرسي قلت لكم انه حلو بالنسبة لي، فاشتريت. وهنا يا اصدقائي عندنا، اوكي هنا يا اصدقائي هذا الاشياء كنا عدنا، بس اذا حابين نكررها اكو شيء تبع ارشيف فوق، يس تبع ارشيف. فنفس ما تشوفون هذا الاثاث كنا نعرفه، اما الثلاجة هذه تبع ارشيف. اوكي سعره 4500 كوينز، رغم انه كلهن عندي بس ما عندي مشكلة اشتريهن. اوكي حصلنا، حصلت 2 كرسي. اوكي فهنا يا اصدقائي هذا العرض الوحيد اللي يكون في جواهر، اتوقع نفس سعر القديم ما اعرف. المهم فسعره يا اصدقائي 150 جوهرة، نفس ما تشوفون هنا في هذه الاشياء. هذه اتوقع اشتري له ولا خل نشوف ايش جوهري اشتري له، لا يا اصدقائي ما اتوقع اشتري، لان اصلا عندي اصلا حتى ما استخدمه عندي وما استخدمه، فليش اصرف 120 جوهرة؟ او ماي جاد شوفوا هذاك الشيء، سيارة معلقة. اوكي فشفتوا يا العروض يا اصدقائي وشفنا كل شيء فيها، فاكتبوا بالتعليقات اكثر عرض يعجبكم. طبعا انا يعجبني هذا العرض تبع جواهر، وايضا هذا تبع الجواهر، لو ما كانت عندي طبعا اكيد اشتريهن، هنا حلوات بس ما استخدم هواي، لكن اكثر شيء يعجبني فيهن هذا اول واحد تحت تحت اخر شيء اللي طالع فقاعات، حلو احسه حلو بس ما استخدمهن، لان قاعد تنزل تحديثات تنزل فيها اشياء، فما يعني ما استخدم الاشياء الجديدة،
ولا هو قديم يا أصدقائي من زمان أتذكر نازل. فأوكي أوكي يا أصدقائي، هسا أني رتبت الأشياء اللي حصلناها هسا من العروض، وهسا راح أروكم إياها، عم تشوفوا يعني شنو يعجبكم منهن، عم تشتروهن. أوكي يا أصدقائي، لكن حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وخلونا نبلش. ليتس جو. أوكي وات شنو موجود هنا؟ لحظة لحظة، شنو هذا؟ او ماي جاد، ماك شيء. اوكي، فاول شيء يا اصدقائي هذه الحزمة اللي اشتريناها اول شيء، فنفس ما تشوفون فيها هذا الصاروخ وفيها كرسيين وهذا، شوفوا هذه كنا نعرفهم يعني مجرد كراسي واشياء هذه. فهذه هي اول حزمة، اللي حاب يشتريها يشتريها، شوفوها. ثاني حزمة اللي هي هذه، هذه تبع الارشيف اللي قلت لكم اول مرة صراحة احصلها، لانه ما اعرف ليش بالارشيف ما اشتريتها، ما اعرف صراحة، انصدمت من خلص الارشيف يلا عرفت انه في هذه الاشياء. اوكي، فحرامات يعني، بس اخيرا حصلتها. وايضا نفس ما تشوفون هذا يعني اشياء نعرفها، وهذا اوكي هي هاي ثاني حزمة، اذا حابين تشتروها اشتروها، انا حبيت اشتريها لان هذا موجودة فيها. اوكي، هنا ايضا تبع ارشيف، هذه الحزمة احلى حزمة حاليا من بينهن، احس الوانها حلوة وكيوت، ففيها طاولة فيها كرسيين. هي قلت لكم انه هذا الكرسي يعجبني، وايضا هذه شاشة التلفزيون بس ماكو مو شغالة، وهذه الطاولة حطيتها قدامها، فيس ما عرفت وين احط هذه بالضبط. اوكي، فهنا ايضا رابع حزمة يا اصدقائي، نفس ما تشوفون هذه تبع الاكل، هنا موجودة كراسي رتبتها، طبعا استغرقت ربع ساعة وانا بس ارتب فيهن، فلذلك يا اصدقائي حطوا لايك وشكروا بالقناة يعني وفعلوا الجرس اشتروا الفيديو. اوكي، عبد لعبي بي كيكس دي يعرفوا في هذه العروض وشوفوهن ايضا وهذا الاشياء يعني. اوكي اصدقائي، فبليز صراحة مليت وانا ارتب فيهن، اريد اسوي شكل ممتاز، هذا اللي طلع وياي. اوكي، فايضا هنا يا اصدقائي هذه تبع الارشيف اللي قلت لكم عليها، تطلع حليب هنا، تطلع برجر هنا، اتوقع بوب كورن، يس بوب كورن. اوكي، فهي هاي نفس ما تشوفون، هاي رابع حزمه، لكن بقت الحزمه الموجوده بجواهر، شوفوها انا مشتريتها من زمان لان هي قديمه، فراح اروكم اياها. بس اكتبوا بالتعليقات اكثر حزمة حبيتوا، هذه الاولى اكتبوا بالتعليقات بس رقم، ما يحتاج انه هاي الحزمة لا هذه شو الحزمة لا، رأسا قولوا لي يا رقم، هذه رقم واحد. اوكي، اذا حبيتوا اكتبوا لي رقم واحد عجبتكم، وهذه رقم اثنين اكتبوا بالتعليقات رقم اثنين عجبتنا. اوكي، وهذه رقم ثلاثة، انا راح اختار رقم ثلاثة لانه عجبتني. تمام يا اصدقائي، فاكتبوا بالتعليقات اكثر حزمة حبيتوها، فأنا رقم ثلاثة عجبتني. أوكي أصدقائي، لأن نفس ما قلت لكم حلوة وأحس ألوانها تجنن. صح، عندكم حزمة رقم خمسة، خل أروكم إياها. هذه هي، شوفوا فيها هذا البريد، وفيها هذه تبع الفقاعات، وفيها هذه الشجرة. فأيضا هذه حزمة رقم خمسة، إذا حبيتوها اكتبوا لي خمسة ياما أعجبتني أو عجبت. فبس يا أصدقائي كان هذا الفيديو اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وياي، لا تنسوا تحطون لايك وتشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، وبس باي باي، أحبكم، أشوفكم بالفيديو الجاي.